أجمل الليلة. فحينما يأتي الليل ويختفي البشر، أظهر أنا. أنا لست خفاشا ولست بعفريت، أنا منكم، أو تكوني يقول أنني من البشر، ولكنني لا أنتمي إلى حياتكم أبدا. دائما أراني أختلف عنكم كثيرا، أختلف في كل شيء وأي شيء. لا أحب البشر ولم أحبهم يوما، حتى إن يكن أقرب الناس لي. كنت أقضي أيام الطفولة كلها مع الحيوانات، خاصة القطط والكلاب، ولم أكون صداقات ولم أتحدث. بقيت صامتا لا أتكلم لمدة 10 أعوام. قد ذهبوا بي إلى كل الأطباء، ولكن لا جديد يذكر. حتى يأس مني والدي وظنوا أنني سأبقى صامتا للأبد. العجيب أنني كنت آهي ما يحدث، وكنت أعرف أنني قادرا على الحديث، ولكني لم أكن أتحدث إلا للحيوانات فقط. ووصلت 20 من العمر، ورأيت ميول كل الأصدقاء تذهب ناحية الفتيات، أما أنا فقد كرهت كل الفتيات الأرض، فقط لأنهن ينتمين للجنس البشر. أجل، أكره كل ما هو بشري، حتى الأطفال والعجائز. وقد كان الشيء الذي غير كل موازين الحياة عندي، الشيء الذي جعلني أتقبل البشر بقبحهم ومساوئهم، إنها المخدرات. أجل، كانت مجرد صدفة قادتني إلى هذا العالم الممتع، العالم الذي يجعلك تحيا وحدك وبعيدا عن تفاهة البشر، حيث عالم الخيال. الخيال لك وحدك، لا قيود ولا أغلال، فقط تخيل ما تريد وستجده يحدث أمام عينيك. حتى أنني أحببت فتاة في خيالي لمدة 2، وكنت أنوي الزواج بها. ها أنا أنتظر صديقي الذي سيجلب لنا المخدرات الليلة. لم أحبه يوما، ولكني تقبلته في عالمي لأنه وسيلة الحصول على المخدرات. ها، وسمعت رنين الهاتف، كان يرن، وكان هذا خالد، وهذا يعني أنه ينتظرني أسفل البناية. خرجت من الشقة وسط نظرات أمي الغاضبة، ولكنها لم تكن تقدر لتمنعني بعد ما حدث منذ أيام بيننا. إيه، لا تهتم بما حدث. نزلت من البناية فوجدت خالد، كان يبتسم كعادته، هذا الأخرق الذي يبتسم للجماد قبل الأحياء. نظر إلي نظرة عميقة وبعدها قال: مساء الجمال. هل أحضرت شيئا؟ حشيش فاخر، صنف لم تعرفه من قبل، مخلوط ببعض الكيمياء بطريقة غريبة ستجعلك تسافر إلى الفضاء. رغما عني ابتسمت له وأنا أتخيل كم المتعة التي سأحصل عليها، فأنا أحصل على متعة مضاعفة من المخدرات. المخدر يساعدني على الاسترخاء، وخيالي ينطلق بي ناحية العوالم الخيال، شيء شبيه بالإسقاط النجمي، طبعا إذا كنت قد سمعت عنه. وبالطبع انطلقنا ناحية المقابر لتكون الليلة. نعم، لا تتعجب، فهذا لا يؤرق مضطجعا أحد، فرفقة الأموات أفضل من رفقة الأحياء، إن كنت لا تعرف. دقائق قليلة وكنا نقف أمام مدخل القبور، ولك أن تتخيل المنظر. الصمت، الموت، الظلال، وهنا لا رائحة سوى رائحة الموت.
لا صوت إلا صوت الرياح، لا ضوء سوى ضوء القمر. ذلفنا إلى المقابر وسرنا بين شواهد القبور حتى وصلنا إلى المقبرة صغيرة، هكذا كنا نسميها لأن من دفن بها كان طفلا صغيرا. جلسنا بجوار المقبرة ونظرت له في شغف كبير، أراه ينظر لي ويبتسم، هو يعرف ما يدور بذهني، يتعمد هذا الأحمق التباطؤ في إخراج الحشيش، ينظر لي ثم يبحث عن القداحة من جديد. أفكر جديا في قتله ودفنه هنا ثم الاستيلاء على المخدرات، هذا طبعا سيكون أسرع حتما. ها وقد أخرج الحشيش وببراعة يحسد عليها بدأ يجهز لفافات الحشيش، ثم أشعل واحدة وأعطاني إياها مبتسما كالأبله. أخذته منه وأنا في غاية الاستمتاع، فأجمل لحظة هي لحظة النظر إلى الدخان الخارج من طرف السيجارة التي كانت محشوة. أخذت نفسا من السيجارة أكتمته بداخلي واشتعل نورا بداخلي، نورا أبيضا نقيا، وبدأ المخدر يسري في أوصالي وعقلي من قبل، ورأيت تلك الفتاة في خيالي. أجل، كانت تقف أسفل الشلال، شلال من المياه النقية والتي لم أرى مثلها في حياتي، ألوان قوس قزح تزين الشفق وفي مشاد غاية في الجمال، ولا صوتها سوى صوتها العذب وهي تغني بصوت ساحر ليأخذك إلى عالم آخر غير هذا العالم الذي أخذت إليه الآن. أجل، إنه صوتها، فكانت تقول: حتى نترك هذا العالم، هذا العالم القبيل. وكالمسحور ذهبت إليها وأمسكت يديها ورحنا نرقص تحت الشلال. كنت أذوب عشقا، أموت حبا، أقطر شغفا، وشعرت بها تقبض على عنقي بقوة غريبة. نظرت لها في دهشة وهي لا زالت تقبض على عنقي بقوة، ثم راحت تهزني في عنف، دفعتها عني بقوة وأفقت. لأرى خالدا يمسكني بقوة وهو يرتشف. صحت فيه غاضبا: ما بك أيها الأحمق؟ لقد أضعت مفعول الحشيش بفعلتك تلك. ولكنه وضع يديه بقوة على فمي وقال لي بهمس مضطرب: استمع أيها الأحمق، وأرهفت السماع قليلا حتى سمعت.
كان صوتا معدنيا، وكأن هناك سلسلة معدنية تهتز بعنف، أو أن هناك من هو مقيدا بالأصداف ويحاول أن يتحرر. انتصب شعر رأسي وقتها واضطرب قلبي بشدة. تخيل معي المنظر، نحن في قلب الظلام وفي المقابر، ولك أن تتخيل المشهد. فمن أين يأتي هذا الصوت؟ كان الصوت يقترب منا ويتضح معالمه أكثر. هناك احتكاك معدن ببعضه، انكمشنا على أنفسنا ونحن نراقب تلك الحارة المقابلة. فمن هناك يقترب الصوت، وظهر هذا الظل الضخم. كان ظلا عملاقا يظهر تحت أشعة القمر، وكأنه لمستأذب سيفتك بنا بعد قليل. لحظات من الفزع والذهول، ولحظات من الفزع والذهول، حتى ظهر الجسد. كان جسدا ضخما، وكان لامرأة. كانت قدميها مقيدة بأصداف تجعلها تتحرك ببطء شديد، ولكن المرعب أن قدميها كانت تشبه أقدام البغال. كانت تصدر صوت رنين مع تحركها، كان يمزق القلوب من الخوف. كتمنا أنفسنا تماما، ننظر إليها ونحن في الظلام وننزوي في ركن المقبرة، نراقبها وهي تقف شامخة تزوم كالضباع المفترسة، تسير خطوة ثم الثانية، ثم تشم الهواء وتتسع عينيها المشقوقة طولا كأعين الثعابين، ثم تسير خطوة جديدة وتشم الهواء، ثم نظرت قليلا ناحيتنا فجعلتني أنتفض مرتين على الأقل قبل أن تستدير وتبتعد. صرخ خالد صرخة مكتومة حينما لسعته السجارة في أصبعه بعد أن كادت أن تنتهي تقريبا، ومع تلك الصرخة المكتومة التفتت لنا وصرخت، صرخت كالنواحة في المآتم، وصرخت، صرخت كالنواحة في المآتم. ثم ركضت ناحيتنا وصوت المعدن يكاد يصم الآذان، وانتفضنا وركضنا في عشوائية نصرخ ونطلب النجاة من كيان ضخم لا نعرف من أين أتى. مخيف، كان مخيف جدا، يركض خلفنا في إصرار مستمر وبلا استسلام. وانطلقت أهدو في أحد الحارات وأنا أصرخ وألهث في فزع، وتواريت خلف أحد الأضرحة. لا أعرف أين أنا، أشعر أني تائه وسط متاهة لا تنتهي. نظرت يمنى ويسرى، لا شيء، مجرد ظلام وصمت رهيب. ولكن الصمت لم يطل. وإذ فجأة يشق سكون الليل صرخة كانت رهيبة جدا، كانت صرخة رجولية. أنا لا أدري لماذا تيقنت أنها صرخة خالد صديقي. تقدمت بأقدام من الهلام ناحية الحارة التالية حتى شهقت حينما رأيتها تحمل، أجل، كانت تحمل خالد على ظهرها وتركض به. كان مقيدا بالسلاسل على ظهرها، لا أعرف كيف، ولكن صوت اصطدام السلاسل ببعضهم البعض كان يصم الآذان. تتبعتهما في صمت وقلبي يكاد يخرج من صدري، ورأيتها تفتح قبرا ثم تقفز بداخله، ومن داخل القبر ارتفعت ألف ألف صرخة، وكأن هذا القبر هو بوابة من بوابات جهنم، هو بوابة من بوابات جهنم، هو بوابة من بوابات جهنم. وقتها
لم أفعل سوى أنني ركضت وركضت كما لم أفعل من قبل، حتى خرجت من هذا المكان الملعون كله. أنا لا يهمني، أو لا يهم إن قلت عني أنا نتل. أجل، أنا نتل، أنا جبان، قل ما شئت، ولكن الأهم أنني نجوت. أجل، أنني نجوت، وأنا الآن أسرد روايتي. أجل، أنا هنا الآن، وأيضا على ما يبدو أنني سوف أحاول أن أنتمي للبشر من اليوم، من اليوم فصاعدا. أنا من البشر، فهم في أسوأ الأحوال أفضل من الشياطين على ما يبدو. أنا الآن من البشر. أجل، أنا الآن من البشر. أنا بشري من لحم ودم وروح تسري في جسدي. أنا من البشر، أنا من البشر. بغلة القبور. هي واحدة من الأساطير اللي بيزدخر بيها وطننا العربي العريق اللي مليان بالأساطير القديمة، الأساطير اللي شكلت ملامح بيئتنا وثقافتنا بين الدول، الأساطير اللي احنا نمينا وتربينا عليها وشكلت وجداننا وترسخت جوانا، اللي فيه منها مخيف وفيه منها اللي فيه الأذى والعبرة، مش الغرض منه الرعب. ومن ضمن الأساطير دي هي أسطورة بغلة القبور اللي هي من التراث الأمازيغي بدولة المغرب الشقيقة. بيقال إن بغلة القبور، أو زي ما بيسموها باللغة الأمازيغية تاك مارتينس مادال، وهو اسم بيطلق على امرأة عاشت في زمن بعيد. قصتها بتقول إن هي كانت ست عايشة مع جوزها حياة سعيدة مستقرة، مش ناقصها أي حاجة من متطلبات الحياة والسعادة اللي كانت في وقتها، ولكن فجأة زوجها توفى وفضلت الزوجة وحيدة. وكالعادات المتعارف عليها في المغرب وفي ديننا الإسلامي إن الزوجة لازم تفضل حداد 4 شهور و10 أيام، وفي عادة كمان في المغرب إن الزوجة لازم تفضل لابسة الثياب البيضة على زوجها طول الفترة دي. ولكن الأرملة دي عملت العكس، ما التزمتش بفترة الحداد ولا لبست الثوب الأبيض، وزودت الموضوع سوء لما وقعت في جريمة الزنا. هنا وقع العقاب على الست دي نتيجة لتصرفاتها وأفعالها، بأن هي تحولت لنص بغلة ونص إنسانة، وبقت بحجم أكبر وعينين حمرة كجمرتين من جهنم، وأطرافها مربوطة بسلاسل مجرورة وراها علشان يسمعها أي حد بيبقى موجود في المكان اللي هي موجودة فيه، وبقت قوتها أضعاف مضاعفة عن ما هي كانت عليه. أصبحت مخلوق بشع، مخلوق بينام مع الأموات بالنهار وبتخرج في الليل تجول القبور وبتدور على فريستها الجديدة. تهاجم الرجال فقط، الرجال هم ضحاياها اللي تعرضوا للقتل أو الدفن أحياء على أيديها. بتقول الأسطورة إن هي بتتخفى على هيئة راجل من رجال القبيلة، ومع حلول الليل والظلام بترجع لهيئتها الحقيقية، وبعدين بتنقض على أي راجل من رجالة القبيلة اللي بيبقى متاح ليها أو قريب منها ساعتها، وبتشيله على ظهرها لحد القبور وبتقوم بتعذيبه أشد عذاب، عذاب يقلل من رجولته انتقاما من الرجال، انتسابا للراجل اللي هو كان السبب في إن هي تحولت لمسخ، واللي كان السبب في خيانتها لزوجها اللي توفى. في روايات كتير عن ناس شافوا بغلة القبور وكانوا شهود عيان وكان ليهم تجارب معها. روى راجل كبير في السن في فيلم وثائقي عن بغلة القبور عن قصته ومشاهدته ليها، قال ان هو في فترة الخمسينات ايام ما كان لسه شباب كان راجع من الغابة بالليل متجه لمقر القبيلة بتاعته، مر جنب مقبرة مظلمة ومجهولة ومعاه المصباح اليدوي بتاعه. في الوقت ده سمع خطوات بتقرب منه ومصاحب لصوت الخطوات دي سلاسل بتتجر على الأرض.
في البداية فكر الراجل إن هو حيوان مفترس ماشي وراه، ولكن سرعان ما سمع صوت صرخة، صرخة واحدة ست وكأنها بتتعذب أو حد بيقطع من جسمها وهي عايشة. طبعا الراجل ما فكرش كتير علشان يجري، جرى وهو بيسابق الريح من غير تفكير، وهو مش عارف هو رايح فين، بيجري وهو مش عارف بيجري فين ولا رايح فين. جرى لحد ما لقى قدامه شجرة خروب في وسط الغابة، طلع عليها بدون تفكير وهو متعلق بأي أمل للنجاة، ولكن تعقبه الكائن الغريب ده وكان بيهز الشجرة بقوة وكأنه عايز يقلع الشجرة من جذورها. الراجل صامت فوق الشجرة ومش شايف أي حاجة غير عينين شبه فوهة البركان، ومش سامع أي حاجة غير أصوات غريبة بيصدرها المخلوق ده من وقت للتاني. فضل الراجل فوق الشجرة وبيقرأ ما يتيسر من الأذكار والقرآن على أمل إن هو ينجى، لحد ما ارتفع أذان الفجر وهنا هرب المخلوق وهو مرعوب. وفضل الراجل فوق الشجرة لحد ما نور الشمس ملى المكان كله، وأول ما نزل الراجل من فوق الشجرة اتفاجئ إن هو في وسط المقابر بالظبط. في الوقت ده اتجه بسرعة ناحية المكان اللي بيستقر فيها القبيلة بتاعته وحكى لهم الحكاية من البداية، وبعد ما خلص لهم الحكاية عرف إن اللي كان بيهاجمه هي بغلة القبور اللي كان بيسمع عنها من وهو صغير. وفي برضه مجموعة من الستات اللي حكت برضه عن تجربتها مع بغلة القبور، ورووا ان هم خرجوا مع اطفالهم ورجالتهم علشان يقطعوا رحلة عبر الصحراء مع احد القوافل. فضلوا ماشيين وسط الجبال والوديان لحد ما القافلة تعبت وقرروا ان هم يستقروا في احد الاماكن اللي هي قريبة من مقابر على مرمى البصر. استقروا جميعا علشان يستريحوا من عناء السفر علشان يوصلوا رحلتهم تاني يوم الصبح. صحت الستات تاني يوم على أبشع منظر ممكن يشوفوه في حياتهم، صحوا بصراخ وفزع وولولة وبكاء شديد. كانت أشلاء رجالتهم وأطفالهم اللي هما من الذكور مالية المكان كله، أشلاء رجالهم وأطفالهم ما بين متقتلين ومقطعين، منظر يشيب ليه الرؤوس، منظر مرعب وبشع، في حين ان ما تمسش اي ست او طفلة بنت بأي سوء. وان كانت المشاهدات دي او الروايات دي حقيقية او لا، فلابد انك انت تعرف ان الثقافة العربية القديمة كانت مختلفة تماما في الفكر والمعتقدات. ولكن مين منا يعرف الحقيقة الكاملة لكل حاجة؟ فليه لأ؟ مش ممكن الأسطورة دي تكون حقيقية؟ الله أعلم. كان معكم حمدي أحمد وحمد القرشي، انتظرونا إن شاء الله في أعمال جديدة. ولو أنت لسه ما عملتش اشتراك في القناة وما فعلتش زر الجرس، فاعمل اشتراك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. تصبحوا على خير. Created with free version for non-commercial use.